بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام الذي أمرنا في كل وقت بصلة الأرحام، جعل الأرحام وصلة الأرحام سببا من أسباب التقوى مدى الليالي والأيام. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصلة الأرحام ويحفظنا من قطيعتها مدى الليالي والأيام. وأصلي وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه الأئمة الأحرام. أما بعد، فإننا نخصص هذه الحلقة للكلام على صلة الرحم بالاختصار. صلة الرحم من أفضل الأعمال الصالحة، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. ومعنى كلمة الرحم له معنيان: المعنى الأول رحم القرابة، وهو يشمل الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والصهور، وكل من بكى بينك وبينه قرابة من أو صداقة من نسب أو رضاع أو غير ذلك من الأشياء الذي يرتبط الناس بها بعض ببعض. هذه هي رحم القرابة. القسم الثاني الرحم العامة. فالأولى الرحم الخاصة، والثاني الرحم العامة، وهي رحم الإسلام. وكل المسلمين وإن تباعدت ديارهم واختلفت لغاتهم كلهم يعتبرون أرحاما وإخوانا ينبغي أن يتواصلوا فيما بينهم. إلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم فقال: المؤمنون كالبنان، أو قال كالبنيان، يشد بعضهم بعضا، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال أيضا في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الرحم سواء كانت خاصة أو عامة ينبغي للمؤمن أن يحرص على صلتها. ولك في صلة الرحم ثلاث درجات: أعلى الدرجات وأعظمها قدر عند الله أن تنفق على أرحامك المحتاجين والمستحقين كما تنفق على أولادك وأحفادك وأصباتك وأسرتك. هذا هو أعلى الدرجة لمن كان قادرا على ذلك. وعلى هذا القدم كان الكثير من الصحابة والتابعين الأغنياء كانوا ينفقون على أقاربهم المحتاجين كما ينفقون على أولادهم. ولما توفي سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وجدوا على ظهره لمعة سوداء، فقال لهم خادمه والملازم له إنه كان كل ليلة يسري ويحمل الصدقات على ظهره حتى أثرت فيه وأوجدت هذه اللمعة السوداء. وكانوا قد ضبطوا البيوت التي كان ينفق عليها مجانا لوجه الله الكريم في المدينة المنورة، فبلغت أكثر من 70 بيتا أو من 70 أسرة كان ينفق عليهم كلهم سرا بدون أن يشعر. فيأتي بالصدقة ويضعها في دهليز بيت الشخص المحتاج، ويخرج صاحب البيت لصلاة الفجر أو إلى المسجد فيجد دهليز البيت ملآنا من المواد الغذائية ومن الدراهم ومن غير ذلك مما يحتاج إليه الناس، ولا يعرف من وضع هذا. هذه هي الدرجة الكاملة، وتكون حينئذ بالصدقة علنا وسرا، وبالسر أفضل. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكان على هذا القدم كثير من التابعين ومن تابع التابعين ومن العلماء والأولياء والصالحين. وقد ذكروا في ترجمة سيدنا
عبد الله بن علوي بن الفقيه المقدم من آل أبي علوي الذي عاش في القرن السابع الهجري، كان غنيا فهو محسن بذل، وكان ينفق على غالب جيرانه، فربما استحيوا من كثرة ما يصلهم إليه من الصدقات والصلة، فصاروا يوقدون النار في بيوتهم، في سطح بيوتهم، في التنور، حتى يوهموه أنهم يخبزون ولا يعطيهم شيء، فتعرف على ذلك بواسطة الأطفال، وعرف أنهم إنما يعملون ذلك خدعة، فعاتبهم واستمر ينفق عليهم. وهكذا ينبغي لمن يسر الله له الأسباب ورزقه أموال أن يقتدي هؤلاء الأئمة، ولا يكون مثل الذين كلما ازداد رزقهم زاد بخلهم. هذا هو الشقاء وهذا هو التقصير، عافانا الله من ذلك. الدرجة الثانية في صلة الرحم أن لا تنفق عليهم نفقة كاملة، ولكنك تواسيهم وتحسن إليهم في بعض المناسبات كرمضان والأعياد، وإذا كان عندهم فرح كزواج أو حزن كوفاة تحسن إليهم وتساعدهم وتغدق عليهم وتقضي حاجاتهم وتزورهم وتدخل عليهم الفرح والسرور حسب القدرة على ذلك. فالصدقة على المحتاج والرحم القريب أولى من الصدقة.